كثرت في آخر فترة حالات الانتحار، والانتحار رجاء ما له علاقة بالإيمان. يقول لك انتحار إيمانه ضعيف، انتحار مسوي له السحر، انتحار محسود. الانتحار ما له أي علاقة بإيمان الشخص، ممكن شخص يكون مؤمن جدا وعادي ينتحر، فما له علاقة الانتحار، ما له علاقة بهذه المتسميات نهائيا. الانتحار يعتبر واحدة من مضاعفات الأمراض النفسية بالدرجة الأولى والأمراض الجسدية. على سبيل المثال الاكتئاب الشديد دون علاج يؤدي بالتالي إلى الانتحار. الفصام، مرض الفصام الذهاني، القلق الشديد، التوتر، كل هذه الأمراض النفسية بالتالي إذا تركت دون علاج أو إذا وصلت إلى مرحلة شديدة جدا تؤدي بالإنسان إلى الانتحار. أيضا الظروف القهرية، ممكن إنسان شخصيته ضعيفة أو يسمونها شخصية زجاجية، بالتالي يتعرض إلى ضغوط نفسية تؤدي به إلى الانتحار. بعض أنواع الأدوية ممكن يكون تأثيرها الجانبي أيضا الانتحار. المخدرات والانسحاب، ممكن شخص يكون مدمن مخدرات ويقطعها أو ما تصل لهاي المخدرات أو ينسحب منها، يسمونها أعراض انسحابية، أيضا من ضمن أعراضها الجانبية الانتحار. فخلي يكون عندنا ثقافة حول أسباب الانتحار حتى نقلل من هذه الظاهرة اللي بدأت تكثر في مجتمعاتنا.